كيف ترسم علامة الصليب باللغة العربية؟ وجد البابا فرانسيس مدرسين قبل سفره إلى مصر. كانت العناية الإلهية سخية ووفرت له مدرسين توامين من بيت لحم، ليا وأنطونيو. È stata una grandissima emozione salutarlo personalmente con i bambini, con Antonio e Lea. كان اللقاء مع البابا بصحبة الطفلين أنطونيو وليا مثيراً، وما قاله كان مشوقاً، فقد شجعنا على العمل مع الأبرشية والرعاية وأن نبتهج بحضور الإنجيل في مهمتنا اليومية. اختيرت عائلة فينشينزو لتمثيل الأرض المقدسة جنبا إلى جنب مع المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في إسرائيل في المؤتمر الدولي الثاني للعمل الكاثوليكي، وقد اجتمع أكثر من 300 مشارك من 52 دولة في قاعة مجمع الفاتيكان في 27 من أيار عشية زيارة الأب الأقدس إلى مصر. نحن نعيش في ظروف معقدة في بيت لحم والأرض المقدسة، ونحن مدعوون لنكون شهوداً على تحد ليس جديداً بل قديم. والشيء الرائع في حضور هذا المؤتمر أن هناك رجالاً ونساء غير سياسيين يكرسون حياتهم للرعاية ويعملون مع شعب الله، وهذا التنوع في أوساط الناس ومواهبهم يسري كل واحد منا ويعزز إيماننا.